على إثر البيان الصادر عن اللجنة التنسيقية في اجتماعها اليوم الأربعاء، أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن بالغ الحزن والأسى على ضحايا وباء كورونا المتجدد، ومعبرا عن مواساته لأهلهم وذويهم، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، كما دعا البارئ جل وعلا أن يمن على المصابين بالصحة والعافية والشفاء العاجل. أكد جلالته على ضرورة التكاتف خلال هذه المحنة التي تعم العالم، مطمئنا المواطنين والمقيمين أن مملكة البحرين سوف تتخطى هذه الجائحة إلى بر الأمان إن شاء الله، وأن الدولة تضع إمكانياتها كافة تحت تصرف فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمحاربة تداعيات انتشار المرض وتحقيق الأمن والأمان للجميع. أشاد جلالته بالجهود الجبارة والمشكورة لكل العاملين والعاملات من الكوادر الطبية والإدارية على ما يقومون به لحماية المجتمع والتخفيف من أثار الوباء، حفظ الله البحرين وشعبها من كل مكروه.